لك ما بدنا نزعل هي البنت. ما قلت انه ما بدنا نعمل بالبنت مثل ما عملنا بفريد؟ هالبنت رفيقتي الوحيده، ممنوع تزعلها ابدا. طولي بالك روقي. ما فيني روق ابدا. لا تعمل هيك، لا تعمل هيك يا مان. ما اعمل شو؟ ها؟ ما اعمل شو؟ نحن هيك، انت ليش عم تنكري هالشي؟ نحن اكيد رح نخون مين ما كان الشخص اللي نحن معه، رح يزعل حدا ويسبنا من ورا ظهرنا. ما بدي هيك شي بقى، انا ما بدي زعل حدا، عم تفهمي؟ انت بدك فريد؟ روحي خديه، اركضي وراه، بلكي بتحشري بشي زاوية. بس انا تركيني، بتول فهمت هالشي وانت ما فهمتي؟ افهمي، انت عايشة جواتي، انا ما بنفع. شو هاد يا؟ شو بدك تعمل رح تتوجع هيك لحالك؟ شو دخلك؟ ها؟ شو دخلك؟ المشكلة مشكلتي أنا، أنا عندي هم وما عم دور له على حل. بعدي. قديش حذرتك؟ قديش قلت لك لازم تبعد عن بنتي؟ شو ما عندك كرامة أنت؟ ما عندك شرف؟ أمي خلص. شو يعني خلص؟ شو يعني؟ طلعي، أنت ما بقى بحلك تحكي كلمة وحدة هاندا. شو يلي بدك يا منا؟ شو بدك لسه منا؟ بدها فريد. كانت تقول ما عاد تجي لهون. خدي بنتك وروحي. امي 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 اجيت لهون مشان بتولها عن جد، ما بدي تزعل. انت نهيتيني، انت نهيتيني امي، والله حرقتيني انت يا هاندا، انت قتلتيني يا بنتي امي، انت قتلتيني. خلص امي بترزقكي، امي خلص روحي، بعدك رح تصير احسن، لا تعملي هيك امي بترزقكي، امشي لحالك يا هاندا. شو عملتوا؟ بدي خبر حلو. رحلتي مع عائشة كتير منيح، الموضوع عندكم. نطفوا وراكم منيح، ما تتركوا شي. تمام ابني؟ شو هاد؟ خير عدنان؟ عم تقطع الطريق؟ صرت من قطاع الطرق؟ ليش ما عم نقدر نوصل لك حسين؟ وين عم تروح وتجي هالايام؟ معقول شريكين يحكوا بنص الطريق وبنص الليل؟ شريكين بشو؟ اي شراكه؟ الموضوع خلص، نحن فصلنا طريقنا عنا. انتهت الشراكه وانتهت القرابه والصداقه منتهيه اساسا. بشو بدنا نحكي؟ شو هالعداوه اللي عندك؟ ها؟ اللي شو بدك منا؟ ليش كان بدك تقتل فريد؟ عم اسمعك. الابن حلو ما هيك؟ وجع الابن صعب. صرت عم تفهم هلأ انا شو عاني. انت عديم الشرف اساسا، انت عديم الكرام. خبرني مين حاول انه يقتل بنتك؟ مين حاول يقتل هاندا؟ بس انت كان بدك وحاولت تقتل ابني. انت كان بدك عدنان سانجاك زادا يعيش عمره بحسرة على ابنه، هيك كان بدك ما؟ عدنان، انت ما كنت رح تعيش بحسرة الابن بسببي. شيل ايدك عن كتفي لخبرك شو الموضوع. ليك عدنان، انا مالي رجال متوحش لحتى اقتل فريد بسبب قصة حب بنتي، فهمت؟ ليش مو انت اللي بعتت جسور عليه؟ ولما ما نجح كان بدك تقتله ما هيك؟ انت غلطان بهي، مانك فهمان الموضوع وعم تتهمني ظلم. خبرني لكان، يلا احكي عم اسمعك. اسمعني شو رح اقول. جسور خطيب عائشة، الزلمة فات بنوبة غيرة، كان بده يقتل فريد. ليش انت شو علاقتك بجسور؟ لما كان بده يقتل فريد على راس الجبل شافته بنتي، الرجال تسلط على بنتي. انا ما بسمح لحدا يتسلط على بنتي يا اخي، وانت بدل ما تيجي وتتشكرني عم تحكي هالحكي. انفصلت من الشركة، عم تحاول تنهيني. فصلني وانهيني اساسا، عم انتهي شوي شوي.